أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المحلي. حالة كارثية عرفتها مدينة بشار نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي للمنازل بعد الأمطار الموسمية الغزيرة التي شهدتها الولاية أمسية البارحة. الوضعية خلفت تذمرا لدى العائلات واستياء من سياسة البريكولاج المعتمدة في إنجاز مشاريع التهيئة. مهدي بوشتة. كما تجي منو راه يصرى لنا هذا البروبليم. هذا الانسان هذا شوف تخرج عليه الريغوله هنا كلشي طرطق عنده لداخل. الكبيره نتاع الزيكويات تدخل عندنا ها هي ها الدليل راه قدامنا كاع قعد باش لا موندر دي شوز يجيبو غير اون تسرح ما كانش. راهي هذا المانيجير في الكوتي تاع الواد راهي تعاني من 2008 معاناة كبيرة. الروغارات الرتور تاع لي روغار ومع اللي ديار مهودين هابطين تحت هاي كارثة. إلى الشأنية الأمني، تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع بالتنسيق مع أمن دائرة هيليوبوليس بولاية جلما من حجز 14 كيلوغرام من الكيفية المعالج وتوقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و36 سنة. العملية النوعية جاءت بعد بحث وتحري دام أكثر من سنة. المزيد مع فاطمة الزهرة شمخ. تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضاري الرابع بالتنسيق مع أمن دائرة هيليوبوليس والمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف رئيس الأمن الحضاري الرابع من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة وطنية ودولية تنشط في مجال التجار غير المشروع بالمخدرات. تم ضبط وحجز حوالي 14 كيلوغرام من المخدرات على شكل 13 رزمة وستة صفائح من هذه المادة من نوع الكيف المعالج. عملية البحث والتحري كللت بتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 سنة إلى 33 سنة مقيمين بين عدة ولايات بيتنا باريكا تلمسان مغنية وحاسي مسعود بالإضافة إلى وجود 3 أشخاص آخرين في حالة فرار. على الفور تم تحويلهم إلى المصلحة إن تم فتح تحقيق في القضية. إلى أجواء عيد الأضحى المبارك حيث تعرف بورصة أسعار المواشي بالجزائر العميقة استقرارا في أسعارها كما سجل انخفاض في أسعار الأضاحي في بعض المناطق والأمر الذي لم يرق للمولين. المزيد في هذا التقرير لحميد عوادي وشبكة مراسلين. أسبوعان قبل حلول عيد الأضحى أسعار منخفضة وفي متناول الجميع في أسواق غليزان الجلفة والصيف، والموالون مستاؤون من انخفاض هامش الربح أو حتى انعدامه في أغلب الأحيان. الشعير ما كانش، النخالة 100,000، الكوسان 450,000. 500,000 النخالة. واش أنت؟ كيف لك؟ واللي رابط في سبتمبر اللي مبارح هذول يقروحوا. راني حاير فيه خويا، كلاولي واحد 50 مليون، بعت ما جملتش حتى حق الماكلة. عندي فوراج نشيف الدولار راهي ماهيش مدعمتنا طول خويا. سمعتهم؟ حاجة تاع 5 ملايين رانا نبيعوا فيها ب 24 مية. ففي ولاية غليزان تراجعت أسعار الأضحية ب 10,000 دينار مقارنة بعيد الأضحى للعام الماضي. طيح بالك مليون على العام الأول. الشعير غالي، هيدي 400,000 ومكاش. القمرك 15,000، غير تدخلوا وتخرجوا لي ب 50,000. 4 ملايين ورجع الرول. والماكله زادت والخروف انقص. كانوا يقولوها المرض في المال وخلى الامور تراكمت على الفلاح السنه يغبن. نفس الشيء بالنسبه للجلفاء، اين يقبل المواطنون بكثره على شراء اضاحيهم ما دامت اسعار منخفضه، لكن سجل العكس بولايه الصيف. السومه راهي شابه العام هذا بالنسبه للعام اللي فات راهي شابه بزاف. ان شاء الله احنا نتمناو انه المواطن الفقير واللي ما عندوش واللي مش قادر ان شاء الله يوصل. الحمد لله العياده راهي خفيفه رخيصه ماهيش غاليه ولا ماشي كيما العام اللي فات. شغل العام اللي فات والعام هذايا مليحه يا خويا. ارواح يا الزوالي قال لك الزوال هذا العام يعيد. العام اللي فات معي بصح هذا العام يعيد ان شاء الله. أسعار في متناول الجميع حسب ما يسجل في الأسواق، ما ينذر بعيد بأقل التكاليف.
وقف تلفزيون النهار في جولة بأسواق الماشية لولاية تيارت على سقوط حر للأسعار، حيث تراجع الرأس الواحد بفارق 10,000 دينار جزائري عن السنة الماضية حسب الموالين الذين كانوا مستائين من الوضعية والتي أرجعها معظمهم إلى ارتفاع كبير في الأعلاف. ديار بن داود. هباطل زوي راه هباطل 18 دولار 15 أي ذاك الليل. هكذا أصبحت الأضحية متاحة أمام المواطنين البسطاء بعد أن تهاوت الأسعار وصارت المتناول. فمن خلال جولة لتلفزيون النهار بأسواق تيارت سجلنا استياء الموالين جراء تراجع بيع الماشية بأنواعها بفارق وصل إلى 10,000 دينار جزائري للرأس الواحدة. السوق المرة عندنا كي والو لسوا مكاش والو لسوا من المال كما المال كما العلوس راه قال مليون قال مليون كاع اللي كانت تسوى 3 ملايين تساوي 2 ملايين واللي كانت تسوى 2 ملايين صبح دايره مليون واللي كانت تسوى مليون ونص صبح دايره مليون وقال المجال ناقص ياسر. هذا السقوط الحر للأسعار أرجعه جل الموالين إلى غلاء الأعلاف من جهة ونقص تداول عمليات البيع والشراء للماشية من ولاية لأخرى والذي رسم ركود هذه التجارة. شتا خرف 3 ملايين كي تجيبها كبش تبيعها 3 ملايين وياكل ونزول والماكله غاليه ولا الفايده كاش ولا ما كاين صاي والشاري راه ما يجيش ما يدخلش البلاد هنا ما كاش عندنا الشيء معاود راه ما كاش والو صاي السوق راه طايح الماكله راه غاليه الشاري حنا راه ما يدخلش عندنا كي يدخل الشاري المال ياسر حنا دوك اللي هم موكل خروفه دوك الكبش يدير 8 ملايين 7 ملايين يجي يعطيك فيه 5 ملايين 4 ملايين هو يديه لي بيئة 8 ملايين ولا 10. هو سباق يستمر هذه الأيام للظفر بالأضحية من طرف المواطنين بسبب تدني أسعاره، فيما يبقى في الجانب الآخر الموال يشتكي من مصاريفها الكثيرة والتي بدأت ترسم خسارته هذه السنة في حال استمر الوضع على ما هو عليه. عثر قبل أيام على دلفين متوسط الحجم بأحد شواطئ تيغرمت بولاية بجاية بعدما لفظه البحر، ويعتبر الثاني في ظرف أسبوع بعد الذي عثر عليه بشاطئ سيدي علي البحر بمدينة بجاية. ختام الموعد المحلي، شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، عودة إليك سيها.